حتى وضعية. اليوم المطلوب النزاع ومواصلة النزاع من أجل إيقاف هذا المسار. أمس في الأيام البارح لولادنا الطلبة المنورين بالفكر الديمقراطي يضربوا يضربوا ثقافة وطنية شعب عشبية تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية شعب عشبية تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية شعب عشبية تعليم ديمقراطي جامعة وطنية جامعة عشبية الجامعة التونسية اللي بكلكم خليتوا فيها وخرجت القوى النقابية والوطنية في كل المجالات واللي هي نهضة بالبلاد واللي قامت بأعداء وطنية قديما وحديثا. اليوم الجامعة التونسية تضرب طلبتنا يضربوا بالسكاكين والهيروات وعلم تونس علم تونس اللي رفعته الناس بدماء الشهداء قديما وحديثا يحرق يوم العلم بدائنا العلم نحن بدائنا العلم نريد أن نوجد حقيقة واحدة. جاء كلام على لخ طيب وعشر مناظر اليوم حبيت تكون كلمة وجاء الحرارة التواسع المشروع خطير شوية تونس مشروع خطير مشروع صهيوني أمريكاني اليوم في ليبيا شو صاير في ليبيا باسم الثورة وباسم الديمقراطية تقسم ليبيا أيضا في تونس ما يحبوناش ديمقراطية يخاف راسه وفشحة الديمقراطية تونس من الشعب العربي.